بعض الكلام عن بعض الأشخاص ما تستطيع أنك أنت تحصره في وقت محدود، وأنا أعرف أن البرنامج محدود، لكن أبو أنس بطبيعته يأسر الإنسان قبل أن يعرفه، وهذا جربته في أكثر من شخص، فراح أقول تجربتي وقيسوا عليها. في فترة 2006 تقريبا 2007 كنت مقيم في دبي، أقمت عدة سنوات هناك، وأبو أنس كان يأتي إلى دبي ليقيم برامج، وما كان ما لم أكن أسمع عنه، وأظن هو يعني سمع عني من خلال الرواية اللي راح أحكي. في اتصل بي أحد الأفاضل اللي درسوا عنده، يا سلام، كانوا معاه في دورة من الدورات، وأظنها تدريب مدربين أظن في ذيك الفترة، وقالوا لي هم من طلابي اللي برضو درسوا معاي وتربطني فيهم صداقة متينة، فقالوا لي اليوم كنا في دورة كذا والدكتور عصام قاري سيتكلم عنك وقال شاهدوا برامج أو برنامج كان في ذيك الفترة يعرض في قناة الشارقة اسمه رحلة التغيير. كان برنامج يتكلم عن عملية التغيير الإنساني بكافة أدواته وتفاصيله ومفرداته المعروفة. فأسرتني هذه الكلمة، شخص ما تعرفه، ومن المعروف في عالم المهن أن هناك دائما التنافس اللي ينشأ بين أصحاب المجال الواحد، وأحيانا يصل إلى التحاسد، وهذا لم يسلم منه حتى كبار العلماء عبر التاريخ. فأسرني هذا الموقف، فطلبت منهم رقم تليفون أبو أنس، وانتظرته لين خلص الدورة وتكلمت معاه، قلت له أنا فلان الفلاني وأشكرك وحابب أشوفك، ومن بعدها بدأت العلاقة وبدأت اللقاءات وبدأت الرحلات وبدأت السفر وبدأت المهام الجماعية، وإن كان الحقيقة تجمعنا أكثر الدورات، فأنا أتعلم من أبو أنس كثير وأحضر عنده دورات كثير، ولا أمل الحضور لبرامجه ودوراته. في كل فرصة أجد عندي أني أنا في مكان في أبو أنس يقدم دورة، على طول يلاقيني في الصف الأول أو حتى في الصف الأخير، ما تفرق معي ما دمت. يعني بوابة النقاء هي البوابة اللي دخلت منها في هذه العلاقة الممتدة. نعم هذه حقيقة، ولعل هذا معنى جميل أن احنا نشير ده في العيد، يعني ما أجمل النقاء في قلوبنا. ولهذا يمكن أول شخص دائما لما أسمع عن يعني من ترشح للقاء معك، من تكون معك، من كذا، حتى برنامج سابق صديقي برضو في قناة المجد يمكن قبل حوالي 10 سنوات نفس الشيء، رشحت أبو أنس. المواقف الأولى هذه تأسرك لأنها تظهر معدن الإنسان. قد لا يكون حقيقة بيني وبين أبو أنس كثير من الذكريات المشتركة، رغم أننا سافرنا عدة مرات مع بعض وحضرنا برامج ومؤتمرات مع بعض، لكن يعني بما فيها طبعا الرحلات الحدودية في خدمة الوطن والجيش، لكن يعني يبقى الرابط الحقيقي هو ذاك الأنكر أو الخطاف الأول اللي يأسرك فيها الأخلاق. نعم. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.